مرحبا برج الجدي، أهلا فيكم في القراءة العامة. هني أول شيء بذكر لكم الطاقة العامة، وبعدين ننتقل إلى الطاقة الأسبوعية. الشيء الوحيد اللي راح أذكره أن هذه قراءة عامة، وكما راح أحدد فيها هل هذه القراءة حق حب أو حق عمل أو حق هجرة. أنتوا اللي لازم تشوفونها وتطبقون القراءة بما يناسب وضعكم الحياتي الحالي. إن داخل هذا الشهر يا برج الجدي بطاقة شوي ثقيلة، بطاقة انت اوريدي اشتهت وايد، احس زرعت وايد الكثير من البذور، انزين، وما عندك حتى شوية صبر ان تخلي الشيء اللي زرعته يطلع بروحه داخل الشهر. وعندك طاقة كنترول، عندك طاقة سانجز اكثر واكثر، ولو ان هذا الشيء اوريدي زين، طاقتك للشهر تكون جدا خفيفة. الطاقة قاعدة تدعوك إلى أنك ترتاح، تحط رجل على رجل وشوية تسمح للطاقة أن هي مثل الوردة تتفتح أمامك. أوكي، الأشياء اللي تبي تنجزها في أشياء وايد، تقريبا 30-70%، ما أدري، أحس هني طاقة الأرقام الفردية 30-70 من الأمور اللي أنت أوريدي ماخذ على نفسك مسؤولية أنه راح تنجزها. أوريدي راح شخص آخر أو أمور ظروف أخرى تسهلها أمامك، فشوية اطلع من طاقة ان انت حاط على نفسك عبء ولازم تنجزه، وحاط على نفسك بعد ديدلاين، وقت تسليم، انزين، حاط على نفسك تارجت، هدف معين، مبلغ معين، مثلا دخل معين لازم توصل له خلال هذا الشهر. الطاقة راح تتساعد معاك اكثر لما تشيل هاي العبء عن نفسك. ترى هذا العبء انت اللي حاطه موجه لنفسك وعلى نفسك، ما حد راح يستفيد لما انت تريح نفسك. يعني انا ما راح يدخل في جيبي شيء اذا قلت لك ارتاح، اعتن بنفسك اكثر. لان اذا تشوف اغلبية هني الاوراق اللي عندنا في الاسبوع الثاني والثالث من الشهر الوانها البنفسجي الى البينك الفوشي، الالوان اللي تساعدك او تشجعك هني على الاسترخاء، على التركيز على نفسك، اوكي، وتسترخي شوي. ندخل في طاقة، عندك هني الكارت اللي يقول لك الليج اب، اوكي، طاقة مثل ما انا قلت لك، حط رجل على رجل، لان في شخص، في موضوع، احس هني شخص وايضا ظروف، خليط من الاثنين، راح تتسهل امامك، تعطيك دفعة الى الامام بدون ما تتعب نفسك. ومع هذا الكارت عندك ستة الاغصان والكوبين. هني هذه المساعدة اللي راح تأتي بطيب نية. في شخص هني يحب، مقبل عليك وحابب انه هو يكون القائد في موقف معين، او يساعدك في مشروع انت حاطه في بالك، سواء كان مشروع حب، زواج، بزنس، يبي يهب الى مساعدتك. هو اوريدي شخص نجح في مجاله، عنده خبره في هذا المجال اكثر منك، انزين، فتح في هذا المجال قبلك انت، حتى سبقك في شيء معين، وبكل طيب نية، لان عند طاقة الكوبين، طاقة السول ميت، زين، بكل طيب نية يبي، شوف، يبي يصب من كوبة الى كوبك، ينقل لك نوع من الخبرة، نوع من اسرار المهنة، حتى اسرار، سواء شلون مثلا اذا انت يا برج الجدي حاط في بالك علاقة تريد ان تحولها الى زواج، في هني راح يكون في شخص يعلمك تقنيات احترافية بالضبط شلون تتزوج الشخص اللي في بالك، شلون تخلي الشخص اللي في بالك يلتزم اكثر اخوة حتى يطلب منك الزواج، زين، شلون تحصل على اللي تبيه من الاشخاص باقل مجهود ممكن. فقط ما قاعدة تشجعك هني التارو ان انت تجتهد وانت روح سو وانت اركض وانت الفح، لا، سيت باك، لان في شخص هني ليج اب، اذا تشوف في هاي الصورة راح يعطيك دفعة، راح يفتح لك عينك على امور، طريقة اسهل تخلص فيها اجراءاتك، اوكي، داخل، وانت قلت لك داخل بقوة، تبي تنجز كل شيء بسرعة وعلى كيفك. معروف عن برج الجدي يحبه هو يتحكم، ولكن ما اجمل التحكم اللي اوريدي يصير على مزاجك، ولكن الشغل، الحمل الثقيل يشيل عنك شخص ثاني، وهذا اللي يقوله لك اول كرت عندنا هني. انا نشوف الدب الصغير متعلق على ظهر دب اكبر منه، فشخص تقدر تثق فيه، لان هذا الدب اكيد امه،
أوكي، ما حد يقدر يتعلق على الظهر كذي إلا الأم. فشخص مقرب منك، شخص يبي مصلحتك وما عنده أي سوء نية، أوكي، أولويته مصلحتك. في الأسبوع الثاني عندك طاقة البلست، راح تكون محاط بأشخاص مو بس مثل اللي شفناهم هني، أصحاب خبرة، محاط بأكثر، راح يزيدون الأشخاص ينضمون لك. تشوف، لأن ستة الأقصان دائما أقول طاقة التتويج، راح ينضمون لك أشخاص أكثر. مثل عندكم احتفال ومهرجان، تعرف المهرجان اللي تنضم مجموعة بعدها مجموعة بعدها مجموعة، راح ينضم إلى فريقك، إلى جانبك، بعد المزيد من الأشخاص اللي بعد عينونك زيادة. أنت راح تكون منعم. هذا الكرت يتكلم عن النعمة، يتكلم عن الراحة، لون البيربل، لون الدلع، أوكي، لون الأنا بس مو الأنا اللي نتعبها، الأنا اللي نريحها، لأن أريد إن داخل من شهر 9 اشتهت وايد، وهذا هني وقتك للراحة. والصدفة اليوم إن حتى لون أظافري يمشي مع طاقتك أنت أكثر شيء برج الجدي. إنزين، معاها Page of Swords وKing of Wands، ملك النار، ملك الأغصان، طاقة الأبراج النارية. احتمال أن هذا الشخص اللي راح ينضم لك الجديد، الشخص الجديد في حياتك، احتمال أن يكون برج ناري، راح يشيل عنك حمل ثقيل. يعني كأنما تشوف الصورة اللي أبي أوصلها لك، أنت مثلا حامل أغراض من السيارة، الكثير من الأكياس وحمل ثقيل، وأنت بروحك مصمم أن كل هاي الأغراض توصلهم للبيت بروحك. أول شيء بصير راح يقابلك في الطريق شخص يعرفك، شخص يحبك ويساعدك. وبعد ما يمديك تمشي خطوة خطوتين، لأن على طول الأسبوع بعده ما يمديك تمشي خطوة خطوتين، ترد تقابل شخص شخص، ولكن هذا مو مقرب منك، رسمي أكثر، العلاقة بينكم رسمية أكثر، ولكن أيضا يعرض عليك المساعدة بما يتيح لك أن أنت تكون منعم مرتاح، تشيل أكياس خفيفة، الحمل الثقيل اللي انت كنت طالع وبتسوي. فهني الرسالة لك ان انت تقبل مساعدة الاخرين خلال هالشهر. ساعات متعة ان احنا نشيل كل الجهد ونقول انجزنا بروحنا، ولكن عرف بعد متى نتقبل المساعدة. عندك هني Page of Swords، في احد من برج هوائي احتمال كبير عنده شك في نواياك. لو كنت انت اللي يا برج الجدي تحاول تساعد شخص، ففي هني شخص من برج هوائي دلو جوزاء ميزان عنده نوع من الشك في نواياك. إذا ما كان شك فهو عنده نية أن يتعلم منك، أو تشوف قاعد ياخذ تجربتك. هذا الشخص ممكن يكون أصغر منك سنا، أصغر منك خبرة، أنت هني اللي أنضج، أنت اللي عندك مثلا طاقة الملك، طاقة الخبرة. إنزين، هذا الشخص يبي يساعدك أو يتقرب منك بنية أنه يتعلم منك. ما عندهم هذا، لين الشخصين اللي 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 يهبون إلى مساعدتك من الأسبوع الأول إلى الثاني في شهر أكتوبر، ما عندهم أي نية سيئة، ولكن فقط البرج الهوائي عنده نوع من الحذر أنه يتقرب منك، ولكن كنا خايف من نوع من اللدغة، خايف من اللدغة. هل أنت معروف أن تلدغة، أو أهو لدغك في السابق فخايف من ردة فعلك، ولكن كأنما هني مضطر أنه يتعامل معك في الفترة القادمة، خصوصا خلال شهر أكتوبر. الأسبوع الثالث عندنا المزيد من طاقة لون البنفسجي أو الوردي، طاقة الين، طاقة الأنوثة، المزيد من طاقة الرعاية. ولكن أحس هني الدفعة أو الطاقة الزيادة، الوقت الزيادة اللي راح يأتيك من هاي الطاقة المريحة خلال شهر أكتوبر، من الأسبوع الثالث راح تكون مرتاح بما فيه الكفاية حتى تقدر تساعد الآخرين. أنا عندنا هني سبعة الخماسيات معاه، وأيضا كرت الجاجمنت. أحس هني يا برج الجدي في موضوع عندك، مشروع، يمكن حتى مشروع، علاقة، صداقة، زميل عمل، حتى في أمور ما مشت على كيفك مع شخص من برج هوائي. ما أدري ليش الطاقة قاعدة ترجعني لطاقة الأشخاص الجليد والسيوف، الخليط هذا هي الأبراج الهوائية. ما مشت الأمور في العلاقة بينكم على مزاجك، حاولت أن تضم إلى مكان عملك، حاولت أن تتقرب منه، في السابق ما صار هذا الشيء.
وفي السابق كان هذا الشيء يؤرقك، كان هذا الشيء في نوع من انه ينرفزك، لان كل الاشخاص قادر انك تضمهم معك، وكل الاشخاص يحبون الى مساعدتك ويتفقون معك ويحبونك الا هذا الشخص واقف لك. هني في شخص واقف لك مثل العظمة في البلعوم. راح تستغرب خلال بداية شهر اكتوبر الى بداية نوفمبر ان هذا الشخص شوية يبتدي يلين، لان هني عندنا الحوض، الحوض في ماء، الماء طاقة الليونة، يبتدي يلين. فلا تحكم بسرعة عليه، اوكي، لا تحكم بسرعة على نواياه، عطى فرصة. لان هني سبعة الخماسيات كأنه يقول لك بس لان هذا الشخص رفض انه ينضم لك في يوم من الايام، رفض انه مثلا يتزوجك، رفض انه يكون صديقك، رفض انه يعمل عندك، يعمل معاك، حتى يوظفك، زين، لقيت منه نوع من الرفض او عدم التعاون، مش معناته انه خلال الفترة القادمة ما راح تقدر تحصل منه اللي تبيه، راح يكون عكس، اوكي، مو بسبب اهوى هاي الاشخاص يساعدونك، لا، راح انت تكون وصلت الى مستوى من النجاح، مستوى من، ابي اوصل لك هني فكرة ان انت ابتديت من شهر، من الشهر السابق شهر 9 معتمد فيه على نفسك وعلى جهودك. في شخص هني رفض التعاون معك او عطاك ظهره، انزين، ولكن لانه شاف اشخاص ثانيين قاعدين يتعاونون معك، يبون يفتحون معك مجال للحب، للتجارة، للبزنس، للوظيفة، فهو هني صار متشجع، امر بينكم كان متوقف راح ينفتح مرة ثانية. عندنا كرت الجاجمنت، كرت الرجوع، واخر كرت عندنا هني لاخر اسبوع من شهر اكتوبر هو البيس، الراحة. احس هني لان عندنا الحمامة رمز السلام، وهني عندنا البيضة. بنهاية شهر اكتوبر راح مو شرط تيك بس هدية، راح يبتدي الشيء اللي انت اوريدي كنت مشتغل عليه من شهر 9 يعطيك مردود حقيقي. احس هني الرسالة لك، المردود الحقيقي السلام، ان انت في النهاية تكون مرتاح، توصل لنهاية الشهر مرتاح، لان تعرف ان الشيء اللي اوريدي تبيه تحتك، تحتك، تقريبا وصلت لمرادك، تقريبا وصلت الى تحقيق امنيتك. ممكن امنيتك ان تتحرر، لان دائما الطيور رمز للحرية والطيران. ممكن امنيتك ان ترتاح ماديا، ترتاح في الحياة، ترتاح عاطفيا، او تلاقي شخص تثق فيه. هني شوي في ازمة ثقة عندك بالاخرين وتبي بس تعتمد على نفسك، تلاقي نفسك في مكان مريح ان شاء الله بنهاية الشهر. وكرتات التارو اللي مع هذا الكرت ملك السيوف، شوف شخص كان رافض يتعاون او شخص كان يشكك فيك يتحول الى ملك السيوف، واربعة الخماسيات. راح يكون، شوف، نهاية الشهر حتى المعارضين لك راح ينضمون الى صفك، حتى اللي كانوا يعارضونك ينتقدونك راح يسوون مثلك. حتى الشخص اللي ابتدى في المجال اللي انت مثلا داخل فيه وكان هو اكثر منك خبرة راح يحاول انه يتقرب منك، يتعلم منك. هني في رجوع لشخص اعطاك ظهره، يحاول انه يرد يفتح معاك الحديث، يرد يبني معاك نوع من جسر الصداقة، يبني معاك نوع من العلاقة، وبعده على حذر، لان عنده اربع الخماسيات. انت بعد خليك على حذر، انت خليك على حذر، لان عندنا البيضة. البيضة مثل القشرة اللي ما نشوف خلالها كل شيء، يعني الطير لما يكون داخل القشرة او الفرخ ما نشوفه، نوع من تغطية، تغطية. فانت لا تكون وايد واضح مع هاي الشخص، خصوصا لما يكونون مو الاشخاص اللي قلت لك قاعدين يجون يساعدونك خلال هالشهر، ولكن طاقة الاشخاص اللي يحاولون بالضبط يعرفون التطورات اللي في حياتك. وبالضبط مو قلت لك هني في شخص في البداية، بداية اول اسبوع راح يدخل في حياتك شخص يعطيك من اسرار المهنة. لما يكون نشرب على قولتهم من ماء الحياة او من ماء الخلود، خلاص تدخل فيك هذه الخبرة، تدخل فيك هاي الطاقة، تصير تعرف على طول. من تتعرف على هاي الشخص تصير تعرف او
أسرار المهنة وتصل للشيء اللي في بالك. فاحذر من الأشخاص اللي يحاولون يدخلون حياتك يبينون أن هم نيتهم طيبة، يبينون أن هم واضحين فقط من أجل الكشف عن الأسرار اللي أنت صرت تملكها. أوكي، أربع الخماسيات هذه الكارت يشجعك أن خذ عطف مع الكل، خليك اجتماعي مع الكل، ولكن في أسرار معينة، في قصص سوالف أمور ما تنقال للكل. لازم تكون جدا محنك، ملك السيوف، ملك محنك. أنت بطبيعتك أوريدي فاهم من هذا الشخص هاي الطاقة بشكل عام، سواء كانت شخص أو مجموعة من الأشخاص، فاهم من هاي الأشخاص اللي قاعدين يحاولون يتقربون منك فقط من أجل شيء معين. لأن هني أنت قاعد تحصل نوع من المساعدة، وهني في شخص عطاك ظهره يوم من الأيام، الحين حاول يرجع إلى محيط طاقتك بس لأنه شاف أمورك قامت تمشي تصير بخير، بس لأن شافك قمت ابتديت تنجح، يطلع لك صيت، الصيت هني اللي ابتدى يطلع لك من بداية الشهر. زين، فاحذر هني، كأنما هذا الكارت ملك السيوف يقول لك نعم احكم على الناس بالظاهر، ولكن أيضا خذ الحذر من الباطن. هذا الملك يقول لك هذا الشيء. وراح أسحب لك الحين يا برج الجدي كارت أخير تبع الطاقة الحيوانية للشهر، دير. بالضبط، هذا الحيوان اللي يسمونه الغزال أو الريم، الظبي حتى، ولكن الأنثى، الدير هي الأنثى للظبي، وعنصرة ترابي، وعندك هني بعد طاقة الأنوثة الين، واللون البنفسجي، اللون الوردي. هني بشكل عام التارو قاعد يحذرك أن تختار معاركك أو تختار الأشخاص اللي تساحبهم، اللي تأتمنهم على أسرارك بحذر. لما يدخل في حياتك شخص هني أوريدي ناجح يقدر يساعدك، يقدر حتى يرفعك في وظيفتك، في حياتك، ينجحك زيادة، تركب على ظهره، أوكي، تستعين به، يكون مثل السلاح اللي في يدك، هذا الشخص لازم تقرر أنك تعطي جزء من أسرارك عشان يساعدك لما تكون تثق فيه. ولكن في أشخاص ثانيين لا تكون دائما أوبن للكل أو متاح للكل. في أشخاص نعم لازم تبتعد عنهم، لأن هذا دائما يتكلم هذا الكارت عن الظبي الوجل، الظبي اللي بسرعة يخاف. خليك معطاء مع الأشخاص اللي يعطونك. بالضبط، على قد ما يعطونك عطهم، على قد ما يثبتون لك حسن نيتهم ثق فيهم. ولكن الشخص اللي فقط يظهر على عتبة بابك من العدم ويطلب منك أن تعطيه فرصة ثانية بدون ما يثبت لك نفسه، هذا لازم تحذر منه. أبدا لا ترخي حذرك، لا تفقد حذرك. أربع الخماسية تقول لك لا تفقد حذرك، كن حذر، تمسك بالأسرار، تمسك بالشيء اللي أنت أوريدي تملكه، شيء أوريدي تملكه، علاقة، زواج، أطفال، استقرار، تصل لنوع أفضل، مستوى أفضل من الاستقرار. لازم تكون وايد حذر في المحافظة عليه عن طريق أنك تكون حذر من الأشخاص اللي يدخلون حياتك.